طبعا احنا هون في شارع اسمه 3rd Street Promenade، هذا موجود بسانتا مونيكا قريب من البيتش، كمان ممكنكم تشوفوه وتعملوا له زيارة قريب جدا من البيتش. يعني انتم جايين على سانتا مونيكا مثل ما شايفين محلات، وعبارة بسموه Promenade يعني شو مثل المتنزه تقريبا، في ناس كده بتجي لهون بتمشى، مطاعم محلات شايفين، زارة أرماني إكسشينج. فكمان يعني إذا جايين على المكان، مكان جميل مكانكم فعلاً تزوروه وتستمتعوا فيه كمان، يعني أنتم ما شايفين. هون في مكان رح يرسم يمكن معالم المستقبل، السيارة الكهربائية. أنتم ما شايفين هاي تسلا. هلأ حنبدأ هون سيارة كهربائية 100% بتمشيك 250 ميل حوالي 350 كيلو. الأهم من هيك إنه سرعتها بتوصل ل 155 ميل، يعني تقريبا شيء 220-240. الشيء المميز فيها إنه بإمكانك تشحنها في البيت عن طريق هذا، يكون عندك 240 فولت. مسامحين بالتصوير الفيديو جوا. الأهم من هذا كله إنه محطات الشحن موجودة في الطرق كلها، بالإضافة إنك تشحنها في البيت تأخذ 8 ساعات، ولكن محطات الشحن موجودة على طول الطريق في أمريكا. بتشحن لك نص البطارية بعشرين دقيقة، ساعة كاملة بتشحن لك فول تشارج. طبعا كل هذا مجانا. المتميز في هالموضوع أنه الموديل السبورت منه بيجي حوالي 700 حصان تقريبا، والأهم من هذا أنه من صفر ل 100 كيلومتر بثلاث ثواني فقط لا غير. يعني أنت هون عم تحكي عن فئة عبارة عن لامبورغيني او فيراري، والاهم من هذا كله كمان يا جماعه انه هذا زيرو اميشن، يعني ما له اي ضرر على البيئه. فلكم تتخيلوا انه قديش هذا الموضوع لقدام حيبين انه فعلا في تقنيه جديده نازله. طبعا الاسعار تبعتها شوي غاليه، حتبدا من 70,000 دولار، هذا الستاندرد موديل فيها. وبعدين بقى ممكن انت بقى بترقيها على حسب بقى بدك تسويها بيرفورمانس، بدك تسويها ممكن توصل ل 105,000 دولار، ممكن توصل اكثر من هيك على حسب الاعدادات اللي انت طلبتها. الشيء المميز انه قريبا ان شاء الله حيكون في، يعني خلال سنتين ثلاث سنوات حيكون منا في اصدار خاص حيكون ارخص بحوالي 35,000 دولار.